في بلجيكا وقعت واحدة من أشهر عمليات السرقة في التاريخ الحديث، اخترقت أكثر الأماكن تحصيناً في العالم، لقبت بسرقة القرن الكبرى. إنها قصة سرقة تورب، أكبر عملية استيلاء على الألماس في التاريخ. في منتصف فبراير في عام 2003، وبالتحديد في مدينة أنتورب البلجيكية، اخترق مجموعة لصوص مركز الألماس البلجيكي وسرقوا مجوهرات بقيمة 100 مليون دولار من خزائن موجودة داخل قبو مزود بأبواب حصينة ويحرسه فريق لا يمكنه الدخول إلا ببطاقات خاصة. ذلك المكان المزود بعشر طبقات أمنية ويحتوي على أجهزة الكشف عن الحرارة بالأشعة تحت الحمراء وأقفال تفتح برموز معينة فضلاً على جهاز استشعار زلزالي ورادار دوبلر. العملية نفذها فريق مكون من 5 أشخاص بقيادة شخص محترف يدعى ليوناردو الملقب بالفنان، لما عرف عنه من استخدامه لطرق ذكية لتنفيذ السرقات وتحديد الثغرات التي يمكن النفاذ منها. ليوناردو دخل المبنى المحصن بصفة تاجر للألماس واستأجر مكتباً داخل المبنى قبل عام من تنفيذ العملية، وكان يأتي لمكتبه صباح كل يوم مروراً برجال الأمن، لكنه كان يقوم ببعض الجولات بممرات المبنى والنزول إلى خزاناته لوضع أو أخذ ألماسات باعتباره تاجراً، إلا أنه في الواقع كان يقوم بتصوير التفاصيل الدقيقة عن تصميم الممرات ومواقع كاميرات المراقبة ورموز الأبواب المغلقة وصناديق الألماس والسبائك بواسطة قلم مثبت بجيب ملابسه دون أن ينتبه العاملون إلى طبيعة ذلك القلم. وخلال العام الذي قضاه كتاجر في مراكز الألماس العالمي، تمكن من تنفيذ سرقات مختلفة لمحلات مجاورة للمبنى. فريق اللصوص الذي ساعد ليوناردو كان مؤلفاً من متخصص في أنظمة الرادار والإلكترونيات المعروف باسم العبقري. أما الشخص الثاني فهو خبير فتح الأقفال والكهربائيات يلقب بالوحش، والثالث يدعى سبيتي وهو من أقرب أصدقاء ليوناردو وشريكه في معظم عملياته، وأخيراً ملك المفاتيح المعروف بأنه من أفضل صانعي المفاتيح في العالم والوحيد من جميع أفراد هذه العصابة الذي لا يزال طليقاً. أمضت العصابة أشهراً في التخطيط للعملية، وفي يوم التنفيذ تمكنوا من دخول المبنى عبر إحدى النوافذ على الحديقة، وخلالها قاموا بتعطيل جميع الكاميرات وأنظمة الرادار وأشلوا حركة جهاز المجال المغناطيسي المصمم لعرقلة عمليات السرقة، وصولاً إلى باب الخزانة الذي تمكنوا من فتحه عبر استخلاص رمز التوصية من تسجيلات قلم ليوناردو. وبعد فتح معظم الصناديق بداخل خزانة القبو، استطاع الأشخاص الأربعة سرقة كميات كبيرة من الألماس والسبائك، فيما كان ليوناردو على أهبة الاستعداد بسيارته في الخارج. ومع ساعات الصباح الأولى ليوم 16 من فبراير 2003، انطلق أفراد العصابة بغنيمة ضخمة خارج أنتورب محققين أكبر سرقة في الألفية الثانية. وعلى الرغم من إلقاء القبض على معظم أفراد العصابة المنتمين إلى شبكة من الجنات الإيطاليين المعروفة باسم مدرسة تورينو، إلا أن معظم الألماس المسروق لم تتمكن السلطات من استرداده، كما أن التحقيقات أكدت أن ليوناردو وضع الخطة بمفرده وجمع فريقه لتنفيذ أكبر سرقة ماس في التاريخ.